إلى كتاب المغازي، وقلت يعني على إخواننا الأفاضل أن ينشروا كتاب الجهاد، كتاب الجهاد المشروح في كل كتب الستة، وفي كتاب المنهاج، وفي كتاب المهذب، وفي كتاب أيضا متن الشجاع، ينشر بين الناس هذا الوقت، ليعلموا أن الأمة ستنتهض إذا جهدت بإذن الله تعالى وتكون الرأي صحيح. والله هذا من السفة إذا حسبوا أن نصرة فلسطين هتكون بالفانيلا اللي تحت الفانيلا الحمراء أو البيضاء أو السوداء أو الصفر، انه يرفع الفانيلا فلسطين خلاص انتصرت فلسطين، خلاص جاب الهدف وانتصر، او يطلع يعمل كوبليه في الاغاني اللي عاملين يطلعوها يمين وشمال في هذا البلد. هذه ليست نصرة، الخوف كل الخوف ان الله يغضب علينا بذلك. يعني اتنصرون بلعب؟ هي الامه دي خلقت لعبه؟ هي الامه لعبه؟ الامه عابده ليست لعبه. واعظم المجالس مجالس العلم، اذا مرتم براد الجنه فارتعوا. قالوا مراد الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. نعم والله ليست سجادة فقط، سجادة ويعني ما أدري ماذا أقول، ما أدري. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين. طيب إلى كتاب المغازي أيضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارض عنا وعن شافينا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، آمين آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلم الصالحين، قال في صحيحه وزلنا مع كتاب المغازي، قال رحمه الله حدثنا عبدان، أما أخذنا هذا الطويل حدث عبدان ماشي تفضل. قال حدثنا عبدان، وعبدان كما قلنا عبدان الخير، أنت قلت عبدان عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة. نعم نعم ابن جبلة. قال أخبرنا عبد الله عبد المبارك الرجل المبارك. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي من ثقات الأزبات رواه جماعة. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح، أحمد صالح المصري نعم من ثقات الأزبات رواه جماعة، قال حدثنا كان 60 محدثين. قال حدثنا عنبسة بن خالد بن يزيد، عنبسة بن خالد بن يزيد من ثقات الأزبات ماشي. قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، الزهري أمين من في الحديث أنه قال أخبرنا علي بن حسين، هو من ثقات الأزبات، وأنا حسين بن علي رضي الله عنه، أن عليا رضي الله عنه رضي الله، وعلي هو ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة، هو أبو الحسن والحسين، وهما سيدة شباب أهل الجنة. أن عليا رضي الله عنه ورحمة الله عليهم جميعا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي، فبين أن أجمع شارفي من الأقتاب والغرائب والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، قال حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما السيف قطعهما قطع ضربة واحدة. قال فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. قال عنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي، قال فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما ووقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم، عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما ووقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة رضي الله عنه. قال حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه رضي الله عنه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمن، فنقص رسول الله على عقبيه القهقرة صلى الله عليه وسلم، فخرج وخرجنا معه. الذي بعده. قال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن عباد ماشي. قال أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني
قال سمعه من ابن معقل أن عليا رضي الله عنه ورحمة الله عليهم أن عليا كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال إنه شهد بدرا. هنا في هذا الباب الحديث الطويل أراد البخاري أيضا أن يأتي به على أنهم من بدر، قال من نصيبي من المغنم ببدر، هو كما قلنا كل التبويب على فضل الصحابة الكرام الذين شهدوا بدرا، لا سيما وأن جبريل عليه السلام نزل من السماء فسأل النبي الأمين فقال له من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين شهدوا بدرا. قال وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وأيضا فيها الغنائم، وأن الله جل وعلا حل لهم الغنائم في هذا، تعلمون أنه كان فيها ما فيها من الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى لولا كتاب من الله سابق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم، فأحله الله جل في علاه. وقصة علي طويلة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدخل بها حتى تعطيها ما كتبت لها على مهرها يعني لفاطمة رضي الله عنها. وتعلمون دخلت كيف دخلت بليف وسادة، هذه سيدة نساء أهل الجنة، سيد أنساء الجنة، حتى أصلا الوليمة التي كاد علي بن أبي طالب يعني الشارف الذي يملكه قد يعني قطعه حمزة رضي الله عنه وأرضاه عندما غنت الجارية. ففي الحديث أمور كثيرة جدا، منها كما قلنا مسألة الغنيمة وأنها تقسم على من شهد بدرا، وقد قال الفقهاء إجماعا أنها لا تقسم إلا لمن شهد الوقعة، واختلفوا ذلك في من لم يشهد هل له أم لا. قالوا إن كان، وده القول الوسط، ثلاث أقوال القول الوسط، إن كان يعني لم يشهد لأنه انشغل بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون له سهم ويكتب معهم، هكذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فهو بدري أيضا. وكان حمزة رضي الله عنه وجلس والجارية تغني والشرب كان جائزا، الخمر ما حرمت آنذاك، فشرب واستطاع شرب وأكثر من الشراب حتى غنت له الجارية الصغيرة، جارية سن يعني صغيرة، ألا يا حمز للشرف النواء، فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، يعني ضربة واحدة قسم الجمل نصفين. ما هي ضربة؟ هذه صاعقة، ليست ضربة، صاعقة. وذلك كان يصف أو يقول فجاءه فلان فقال تعالى يا ابن أم مقطعة البذور، ثم قال اختلف الضربة فضربه ضربة فكأنه أمسل الذاهب، انتهى، مش معنا، مش في اللعب، انتهى، أنهاه في ضربة واحد. علي بن أبي طالب أما رأى ذلك غرورقت عيناه وبكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت النبي لما رأى وجهه قال ما بك ما لك؟ قال رأيت حمزة وما فعل حمزة إلى شريفي، فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وخلفه زيد بن حارثة، كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، شوف الأدب، النبي سيد الخلق أجمعين، استأذن ويعلم أنهم يرتضون لو دخل من غير استئذان، لكن لو ما استطاع استأذن، يؤدبنا بأدب راقي، ألا تدخل بيت أحد حتى تستأذن وتسلم على أهلها كما قال الله جل في علاه. فاستأذن فأذن له، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة كيف فعل ذلك. حمزة لم يدرك كلام النبي، الخمر اشتدت عليه جدا حتى قال من أنت، من أنتم، إنما أنتم عبيده، هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن المغطى على عقل لا يؤخذ به، ولأن ذهاب عقل حمزة كان في إيش؟ كان على جواز شرب الخمر، والجواز الشرعي ينافي الضمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك راجع القهقري. وأما حديث الثاني قال كبر علينا طلعة سهل بن حنيف أنه شهد بدرا، وفيها دلالة على أن ولي الأمر يفرق بين الناس إذا كانوا على تفريق الإيمان، كل على حسب إيمانه، وهذا الذي جعل وحدة بعمر بن الخطاب عند العطاء يفرق في العطاء بين السابق وبين المتأخر الذي سبق إلى الله والمتأخر، ولذلك أعطى عبد الله بن عمر 3500 أنقصه 500 وأعطى غيره 4000، فلما سألوا عن ذلك قال هذا تأخر هذا تقدم. فسبحان ربي العظيم، أيضا التفاوت من الناحية الإيمانية تفاوت عظيم، وكان أيضا العلماء من الصحابة يعتدون به، لكن في النهاية أن من شهد بدرا كان خير الناس. ونحن نقول ليتنا نقول لأنفسنا ولغيرنا ولإخواننا أن نأتسي بهؤلاء 300 قد قامت الدنيا بأسرها على أكتافهم، ونحن الآن
جردوا قلوبكم وجردوا إيمانكم لله جل في علاه. نحن لا نحتاج لغرب ولا لشرق ولا لجنوب، نحن نحتاج إلى رضوان الله جل في علاه، نحتاج إلى معية الله جل في علاه. فلنستجلب معية الله جل في علاه، واستجلاب معية الله بأمور كثيرة من أعظمها كثرة ذكر الله جل في علاه، مع الضرب مع الضرب مع كل ذلك كثرة ذكر الله جل في علاه فيها استجلاب معية الله. وقد قال بعض السلف: يبعث لأخيه يطمئنه، قال له: أخي الكريم، إن معك الله، من كان الله معه فمن عليه؟ الإجابة: لا أحد ولا شيء. نسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة عن إخوتي، ونسأل الله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، نسأل الله في عليائه أن يثبتنا على الحق وأن يرفع راية الإسلام. وهذه ليست لأي أحد، كما قلت لابد أن تكون راية نقية صحيحة، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.